فيلم الموفي ايكون بينطلق معكم بحلقه جديده سانتا كلوز هو فيلم عيد الميلاد صدر عام 1985 من بطوله دودلي مور وجون وديفيد هادلستون الفيلم بيصور أصل سانتا كلوز ومغامرته الحديثه لانقاذ احد اقزام مور اللي تم التلاعب به من قبل مدير تنفيذي عديم الضمير بشركه العاب ليجو بالعصور الوسطى بيقوم خطاب بيدعى كلاوس بتسليم العاب منحوطه يدويا لاطفال كاريتو بكل عيد ميلاد برفقه زوجته انيا وغزال الرنه بعد أن علقوا بعاصفه ثلجيه انقذهم الجان واخذوهم لورشه السحر الخاصه فيهم بالقطب الشمالي بيشرح قائد الكظم الدولي انه مجيئهم قد تم التنبؤ به وانه مصير كلاوس هو تسليم الالعاب اللي الجان لأطفال العالم وإنه مثل الجان سيعيش إلى الأبد بليلة عيد الميلاد التالية أطلق القزم الأكبر سنا على كلاوس لقب سانتا كلوز وأوضح إنه الليل سيستمر طالما بيستغرق الأمر توصيل الألعاب إلى كل طفل على وجه الأرض بينضم دونر وبليتزن إلى ستة أيائل الرنة الأخرى وبيتم إطعامهم قشا مرشوشا بمسحوق سحري بمكنهم من طيران وسحب عربة سانتا إلى الهواء مع مرور القرون بتتطور الكثير من الأساطير والتقاليد المحيطة بسانتا كلوز بحلول أواخر القرن العشرين كان سانتا منهكا بسبب عبء العمل المتزايد وبتقترح أنيا أنه يستعين بمساعد بيتنافس جان على المنصب بافي اللي بيتع... بي... بيتبع أساليب صناعة ألعاب التقليدية وباتش اللي لديه الكثير والعديد من الأفكار لتحديث. بيفوز باتش من خلال تصميم آلة لزيادة الإنتاج ولكن دون علمه بتبدأ بالتعطل وإنتاج ألعاب رديئة بمدينة نيويورك. بصادق سانتا الصبي اليتيم المشرد جو وبيأخدو بجولة بمزلقته. لقد حاولوا دون جدوى تنفيذ سوبر دوبر لوبر وهي مناورة حلقة عمودية والتي بتفشل دائما بسبب رهاب المرتفعات اللي بيعانوا منه دونر وبيلتقوا ايضا بالفتاة اليتيمة السارية كورنيليا اللي بتصادق جو كمان عن ما بتنهار الالعاب اللي بتنتجها آلة باتش بيوم عيد الميلاد بيستقيل بعار وبيترك القطب الشمالي وبينتهي بمدينة نيويورك وبالوقت نفسه بتواجه شركة الألعاب اللي بيديرها العم كورنيليا عديم الضمير بيزد لإغلاق من قبل الحكومة لإنتاج ألعاب غير آمنة عند رؤية الألعاب الشركة بيتم سحبها من واجهة المتجر بيعتقد باتش الخطأ أنها تحظى بشعبية كبيرة وبيتقرب من بيزد عن وظيفة على أمل تخليص نفسه في عيون سانتا كان بصنع مصاصات مزي... مزينة بالمسحوق السحري اللي بيسمح لحيوان الرنة بالطيران وسيارة طائرة بيستخدمها لإيصال إلى أطفال العالم عشية عيد الميلاد تسمح المصاصات للناس بالطيران مما بيجعلهم بيشعروا بإحساس فوري وبيتركوا سانتا بيشعر بالأحباط والأحباط بيزد بيقنع باتش بتقوية القصبة ووضعها بك... بي... قصب الحلوى وبخطط لبدء اجازته الخاصه ب 25 مارس واللي بتسمى العيد الميلاد الثاني. سمع كورنيليا وجو صوت بيزاد بخطته للاطاحه بسانتا باعتباره الشخصيه الرئيسيه لعيد الميلاد وبيتم القبض على جو. سمعت كورنيليا ايضا انه مساعد بيزاد بيشارك اكتشافه انه قصبه الحلوى بينفجر عند تعرضه للحراره الشديده. بيزاد تخططت لاتخاذ توزلر واموالهم والفرار الى البرازيل مما بيسمح لباتش بتحمل مسؤوليه المنتج الخطير بتكتب كورتينيا إل... كورت... كورنيليا الى سانتا اللي بيهرع للمساعده على الرغم من تهميش اثنين من حيوانات الرنه بسبب المرض بيوجد باتش انه جو مقيدا بمصنع الالعاب وبيطلق صراحه عنده رؤيه نحت خشبي بيشبه باتش اللي صنعه سانتا كلوز لجو. بيدرك باتش انه سانتا بي بيفتقده انطلق هو وجو الى القطب الشمالي بسيارته الطائره مع قصب الحلوى المحمله بصندوق السياره غير مدركين انه اصبحا غير مستقرين بيتابع سانتا وكورنيليا مزلقة سانتا عندما بتنفجر السيارة قاموا بأداء سوبر دوبر لوبر بنجاح مما أدى إلى إنقاذ جو باتش قامت الشرطة اللي نبهتها كورنيليا بالإلقاء القبض على تودزلر وحاولت القبض على بيزاد لكنه أكل العديد من كسب الحلوى السحرية وقفز من النافذة فقط ليطفو لأعلى دون حسيب ولا ركيب بيوافق سانتا على السماح لجو كورنيليا بالعيش بورشتو بينما بيحتفلوا مع الجان بزي بيطفوا بالفضاء هيدي هي كانت قصتنا لليوم اللي معروفه بسبسال اديسيون من منلتقي سوا بحلقه جديده